مستر هشام حي، كنت عايزني؟ ايه اخبارك يا اسماء؟ انا تمام زي الفل، خلاص بخلص الهاند اوفر وقدامي شويه حاجات بسيطه كده واسلم كل حاجه ليها علاقه بالشغل. وهتبداي شغلك الجديد هناك امتى؟ من اول الشهر ان شاء الله. هتوحشينا يا اسماء. وانتوا كمان هتوحشوني قوي يعني، بس هنروح من بعض فين؟ هبقى اجي ازوركم. يا ريت فعلا تعملي كده. طبعا احنا عشره. اسماء، انا في حاجه عايز اقولها لك. انا مش عارف ده وقته ومكانه صح ولا لا، بس انا فعلا محتاجه اتكلم. في ايه يا مستر هشام؟ اسماء، انا عارف ان انا عملت حاجات كتير، تصرفات ما كانش ينفع ابدا ان انا اعملها. انا خلاص نسيت كل الحاجات دي، وبجد مقدره قوي انك غيرت طريقتك معايا عشان نعرف نتعامل مع بعض. اسماء، انا شفت منك كذا موقف خلوني اغير وجهه نظري فيكي بنسبه 100%. مش وجهه نظري فيكي بس، حتى وجهه نظري في حاجات تانية كتير. اسماء، انت خليتيني اغير في نفسي انا شخصيا. ميرسي على المجامله الحلوه قوي دي. لا لا لا، دي مش مجامله، ده حقيقه. انا مصدقك. ومش دي الحقيقه الوحيده اللي انا عايز اعترف لك بيها دلوقتي. ايه اسماء؟ انا بحبك.